من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن دول حلف شمال الأطلنطي لن تنجر إلى ما وصفه بحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي اختارها، لكنها ستدعم وسائل الردع للحلف. خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أضاف أوستن أنه يجب زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ضمان تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا. الحلف يواجه تحديات تاريخية، لكننا نواجهها بالثقة وبوحدة أكثر من أي شيء آخر، وسوف لن نجر إلى حرب بوتين التي اختارها، ولكن سنعزز دفاع الناتو ورادعه، وسوف ندافع عن كل شبر من أراضي الناتو، وسنواصل الدفاع عن العالم المنفتح للحقوق والقواعد والذي دعمه الناتو منذ إنشائه.